دالون مدلون العام معتقدون و ان الله سبحانه و تعالی یوم القیامه یکشف عن ساقه و یضع قدمه فی النار و هذا الجهاد. إذن من يقول أنه عندما تدخل في حوار مع الآخر تقبل الآخر، مو تقبل الآخر يعني تتنازل من عقيدتك له، تقبله يعني تعطيه المشروعية كما تتوقع منه أن يعطيك ماذا؟ المشروعية. تحترم قناعاته، تحترم قناعاته، وهذا الذي أنا قلته أنه يحرم يحرم يحرم، أكررها 100 مرة، أنه سب ولعن وإهانة مقدسات مو المسلمين، كل البشرية. يعني البوذيوم عنده شنو؟ مقدسات. انت مو من حقك ان ماذا؟ ان تسبه وتسيء اليه. ماذا قال القران على هذه القضيه؟ لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوانا. وهذا فيه نص، كل فعل رد فعل، وهذا فيه نص الروايه. اذا صار مجال ان شاء الله اجيب لكم اياه من الامام الرضا عليه افضل الصلاه والسلام. التفتوا لي، عرفوهم محاسن كلامنا فان الناس لو عرفوا لاتبعونا. إذن طريق تحبيبنا إلى الناس ذكر مساوئ الآخرين وسبهم ولعنهم وشتمهم. لو أنت عرف ما عندك بعبارة واضحة، بيني وبين الله عندما يدخل الإنسان للظلام يلعن الظلام، لو يشعل ماذا؟ يشعل النور أو سراجة سمع أي منهما. تعال إلى مكان بيني وبين الله تجد شجرة مثمرة وشجرة ملانة يابسة، الأفضل أن تقف وتذم الشجرة اليابسة لو تبين محاسن شنو؟ شجرة المثمرة. أي منطق هذا؟ هذا لزامه سماحة السيد أنه هذا الدفع بهذا الاتجاه، أن تبين محاسن أهل البيت عليهم السلام، محاسن أخلاقهم، أن توظف طاقاتك ومجهودك وعمرك وقيمتك وحب الآخرين لك، ما عندك ما عندك كل إمكاناتك توظفها في الاتجاه، وما ضيع وقتك وجهدك في إسقاط الآخرين وإسقاط حجتهم والنيل وسبهم وتبهيتهم واتهامهم وتسقيطهم وإصدار الفتوى. هذا منطق ليس لا أقل، أقل ما أقول فيه منطق قرآني أو ليس منطق قرآني. أتحدى أولئك الذين يقولون منطق القرآن أن يبدأ الإنسان بماذا؟ ها؟ بالإساءة إلى الآخر. هذا ليس منطقه، بل على العكس من ذلك، بل العكس أمامكم. هذا قول الذين يعلمون أو لا يعلمون، هذا قول الذين لا يعلمون. احنا قلناها في حلقة سابقة، في حلقة ارجعوا إلى القرآن. أحسنتم، ارجعوا إلى القرآن، القرآن أولا وآخرا.